تفضل استاذ زين. السلام. السلام عليكم، شلونك حاج وعد؟ عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بس انا هم عندي فتاه تعمل ريت الشيعه من اهل السنه طبعا. يا الله يا الله، رحمتك الواسعه يا الله ما انا متشيع جاي شيع في العالم ان شاء الله. يا الله يا يا الله. بس راح اتصل عليه لان اي هسه بس اتصل عليها على واتساب حتى تصير مكالمة جماعية يا ان الله، شاء الله. هذه ببركة الحسين عليه السلام، صلوات على محمد وآل محمد. كما ذكر الأخ أبو باقر السيد مثم أنه يوميا إعلان التشيع، واليوم أيضا تواصلوا الأخوة العائلة المسيحية اللي الآن أصبحت عائلة شيعية، بنتنا مريم وأمها وخالها. الأخوة تحب مريم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مريم احكي لنا شلون بداية قصة التشيع مالتك، حتى لو مختصر يعني، بس حاول اثر التفكير ان شاء الله. وهنا انا اكون اخوان انا توصلت ويا زين العابدين، سالت عن اسئله انه بخصوص هنا الشرب بغير الله وكثير من الامور، وانه اعطاني اثباتات ان المذهب الشرعي هو المذهب الحق. وايضا قرات في كتاب مصنف لابن ابي شيبه لحرق الدار والتدليس اللي صار على حديث العتره. حديث العترة يعني بين حديث أنه ينشرون كتاب الله وسنتي اللي هو حديث غير صحيح، وينشرونه ويخفون كتاب الله وعترتي اللي الناس مو كثير من الناس يسمعون عنه، هذا اللي أثر فيك؟ نعم نعم. الله يبارك بكم. وفعلا كما قال الأخ أبو باقر، سبحان الله أخواني، النشر العلم والمساهمة. وشوف اخواني، الانسان العامل مثل الاخ زين هو الرجل تشيع، وبعد ذلك ممكن من عائلته الان غير متشيعين، لكن شوفوا سبحان الله لما رب العالمين يريد ان يزرع بذره. وحتى الاخت الان ان شاء الله بعد فتره هي راح تساهم بالمساهمه والاتصال. شوفوا الان تذكر مصنف ابن ابي شيبه والتدليس وذكرت كتاب الله وعترتي. احنا نريد هكذا كوادر، كوادر انه لما تتشيع تتشيع عن علم، انه قرأت وعرفت وتشيعت. طيب اختي، انا اريد ان اسأل الان، كم مرة بالله عليك، كم مرة في المنابر قالوا لك، يعني في المنابر عندما تسمعين حتى لو بالتلفاز او عند في صلوات الجمعة وما شاكل ذلك، كم مرة قالوا لكم أنه النبي صلى الله عليه وآله كان ينحب وكان أشعث أغبر ويبكي على الإمام الحسين عليه السلام؟ كم مرة قالوا هذا المسألة، وكم مرة قالوا لك كتاب الله وسنتي، يعني بين مقارنة بهذين الأمرين؟ كتاب الله وسنتي هاي دائما أنه تتردد، مشايخ السنة دائما يرددونها هاي. أما أنه البكاء على الإمام الحسين رضي الله عنه، لا هاي ما مذكورة يعني. سبحان أنا الله. أنا إلا قريت يلا عرفتها هاي. سبحان الله. زين، أنا إذا سألت، لأنه أنت سنية الآن، بالله عليك، طبعا بعيدا عن المجاملة، في مكة في خطب الحج في خطب الجمعة، بالله عليك كم محاضرة سمعتي عن الإمام الكاظم عليه السلام؟ وتدرين إحنا يظهر أنه أنت عراقية في الكاظمين، كم محاضرة في مكة عن الإمام العسكري؟ كم محاضرة عن الإمام السجاد عليه السلام؟ كم دمعة سكبت على أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام؟ كم خطبة سمعتم أنهم بيّنوا حادثة كربلاء؟ أريد أن أعرف، هل سمعتي هذا في التلفاز يوم من الأيام أنهم ذكروا أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام؟ لا ما سمعناها. طيب بقى، بما انه انت عراقية، بقى اريد اسأل فد موقف كلنا، وانا طبعا من اهل بغداد، كلنا نعيش، واريد من الاخوة ان يسمعوني في هذا الموقف لاننا عراقيين، ويبدو لي انه الاخت عراقية. شوفوا اخواني، اي نعم، ف
في مولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، في مولد النبي عندنا منطقة تسمى الأعظمية اللي هي قبر أبو حنيفة النعمان، منطقة عندنا تسمى الأعظمية. هذه المنطقة من أهل السنة فضلا عن الشيعة، من أهل السنة تقطع المناطق، تقطع الشوارع، تقطع. لماذا؟ احتفالا بمولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فأنا أسأل الأخت، كم مرة سمعتي من هؤلاء الأخوة المتشددين الوهابية أنهم احتفلوا بمولد النبي صلى الله عليه وآله مثلا في مكة، في المدينة، على التلفاز؟ كم مرة سمعتي هذا الأمر غير الأخوة العراقيين اللي احنا إن شاء الله ما نفرق بين الشيعة والسنة؟ بس الصوت يقطعني. أقول أنتم كنتم في العراق تحتفلون بمولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، صح؟ اي صحيح. طيب، وتدرين انه في الأعظمية، ماذا اذا من اهل بغداد، في الأعظمية كنا نحتفل بمولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. سؤالي، لماذا الأخوة السلفية المتشددون لا يحتفلون بمولد النبي صلى الله عليه وآله والسنة يفعلون هذا الأمر، ثم بعد ذلك ينكرون علينا وعلى السنة أننا نذكر مواكب الحسين عليه السلام وأربعينية الإمام الحسين سلام الله عليه؟ والسؤال هنا، هل أثرت فيك مشهد أربعينية الإمام الحسين وهذه الجموع الحسينية التي تسير إلى الحسين عليه السلام، أحدثت فيك، أنزلت دمعة؟ زينب عليه السلام أثرت فيك، أنزلت من عينيك دمعة أو لا؟ تفضل. نعم وقعة الطفكن شان أفربية من قرأت عليها، أنا كنا ما سمعتها إلا من قرأتها اللي عرفتها. الله يجزوك خير الجزاء، وإن شاء الله أنا أوصيك أنه مثل ما الأخ زين ساهم بأن أراك الحقيقة والحق ورأيت الحقيقة والحق، إن شاء الله أطلب من الله تبارك وتعالى أنه يوم من أيام سوف تتصلين وتقولين أنه أنا ساهمت وقرأت وتنورت، وها أنا أقدم لكم مستبصرة أخرى أو مستبصر آخر من عائلتي، بينت لهم الحق، بينت لهم حديث الثقلين، بينت لهم أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. وإن شاء الله بالمستقبل القريب نسمع أصواتكم. بارك الله بكم، جزاكم الله خير الجزاء، وهنيئا لكم أختي، وبارك الله بك. وأريد الآن أن تقولي الشهادات الثلاثة: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأشهد أن عليا وأولاده المعصومين بالحق حجج الله تبارك وتعالى، وأشهد أن عليا وأولاده المعصومين حجج الله بالحق. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. الله يبيض وجهك أختنا، وإن شاء الله الله يحشرك مع الزهراء عليه السلام في مستقر رحمتي، وفقكم الله، والله يستر عليك دنيا وآخرة. الله يستر عليك أخونا الكريم، الله يستر عليك أخونا. نستمر والله على علم، أنا عمري 25 سنة ترى، مو كبير، بقدي ابنك يمكن أطلع. الله يوفقك، الله يستر عليك، وإن شاء الله أنت إن شاء الله إن شاء الله مع الحسين عليه السلام، لأن اللي يعمل عملك، شوف أخواني، هذا لمثل هذا فليعمل العاملون. هو قال الأخ سبحان الله قبل فترة اتصل بالقناة وقال أنا أعمل على أهلي وأرحامي، وها هو الرجل يقدم هذا النتاج. أنا والله أدعو اللهم بحق الحسين، بحق كل الدموع التي تسكب على الحسين،
أنه لا يخرجك وأنا وكل المجتمعين من المستمعين من هذه الدنيا إلا وهو راض عنه. وأنت موفق يا ابن يازين، والله العظيم موفق. بارك الله. أنا 313 شخص ألا أساويهم 313 متشيع. يا الله 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 يستر عليك، الله يستر عليك، الله إن شاء الله يكتب لك مستقبل الخير بحق زين العابدين. إي والله بحق الله. رحم الله والديك. الله يبارك فيك. رحم الله والديك. جزاك الله خير الجزاء. الله يبارك فيك. رحم الله. في امان الله محروسين بالله. في امان الله محروسين بالله. اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين المعصومين.